عن قضاء المدينة كمركز قضاء المدينة، حال التظاهرات أو الاعتصامات في قضاء المدينة. حاليا الاعتصام قائم في قضاء المدينة وجئنا ممثلين عنه. التوصيات قبل المطالبات، نوصي جميع أبناء محافظة البصرة بالحفاظ على السلمية وإبعاد جميع المندسين وتشخيصهم وتسليمهم إلى القوات الأمنية للحفاظ على سلمية التظاهرات. خرجنا كي نطالب بحقوقنا، خرجنا لكي نسترد ما سلبته منا الحكومة المركزية. لم نخرج لكي نخرب، لم نخرج لكي نحرق، لم نخرج لكي نسلب ما ممتلكات الدولة. ممتلكات الدولة هي تمثلنا ولا تمثل غيرنا، مهما يحدث بها فسوف ترجع أسبابها علينا. لذلك نوصي جميع المتظاهرين والمعتصمين بالحفاظ عليها. بعض الأشياء التخريبية التي حدثت في محافظة البصرة لا تمثل المتظاهرين ولا تمثل المعتصمين. رسالة من أبناء قضاء المدينة، نحن متضامنين مع جميع أبناء محافظة البصرة في جميع المطالب العامة والخاصة. هذا